السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا إن شاء الله بخير. إياكم سيد حسين عالم أبل للتعلم على آيفون. قبل أن نبتدي اضغط زر لايك واشترك في القناة كنت مشترك وفعل زر الجرس حق يصل كل جديد. واليوم راح نجرب وياكم خدمة أبل الجديدة أبل أركيد. طبعا هذه الخدمة توفر لك ألعاب غير محدودة وتقدر تستخدمها لمدة شهر مجانا. وصراحة تبون الصراحة مني، انا الحين توني بجربها وياكم، بس سمعت وقولون ان هذه الخدمة جدا ممتازة. وطبعا الخدمة توفر العاب بدون اتصال بالانترنت، يعني تقدر تلعب اونلاين اتوقع بدون اتصال بالانترنت. فعندك تجربة مجانية لمدة شهر كامل، والشهر اللي بعده راح يخصم من عندك $5 شهريا. يعني صراحة المبلغ جدا رخيص على خدمة مثل هذه. توفر لك اكثر من خلنا نقول 100 لعبة، ما أتذكر صراحة أي قد، بس توفر لك أكثر من 100 لعبة. فخلنا نقول بسم الله ونسوي تجربة مجانية. أوكي شباب، بعد ما دخلنا الباسورد الخاص بالأبل آي دي راح يعطيني لقد تغيرت أحكام شروط. طبعا إذا أول مرة كنت تسوي أنت اشتراك راح يطلع لك هاي الرسالة، نضغط موافق. موافقة. اوكي شباب، مثل ما تشوفون طبعا فتحت عندنا الخدمة، والحين صار فينا نجرب كل هذه الالعاب مجانا. مثل ما تشوفون العاب جدا كثيرة، ولكن الخدمة مثل ما قلنا لكم جديدة وبعدها، فما نعرف ايش السالفه صراحه. فعلى الافراد راح اضغط على هذه اللعبه، شنو السالفه صراحه ما اعرف. نضغط على كلمه تنزيل، طبعا راح ينزل اللعبه عندك، اللعبه اللي تبغيها راح انزلها عندك مثل ما تشوفون يا شباب. فانا شباب النت عندي جدا ضعيف، هاي اللعبه حجمها جدا كبير على الانترنت، فراح نجرب لعبه ثانيه حجمها يكون اقل. هي اقل، خلينا نضغط تنزيل ونقول بسم الله. طبعا اللي فهمته يا شباب من هذه اللعبه انها لعبه الغاز، وموجوده عنها فيديوهات وموجوده عنها طريقه اللعب، فخلنا نشوف. بكل صراحة يا شباب ان الخدمة صراحة ما احس انه ابداع، ولكن تفيد يمكن بعض الناس، بس انا بالنسبة لي ومن وجهة نظري هذه الخدمة اعتبرها شيء تافه والمفروض ما ينضاف صراحة. يعني الالعاب ما له داعي اللي ضافوها الصراحة، اغلبها خلنا نقول مو حلوة، انا ما عجبتني، بس بالنسبة للجميع او بالنسبة لغيري اكيد راح تعجبهم. طبعا يدة التحكم مدعوم مثل ما تشوفون، يعني اللي هو جويستيك البلاي ستيشن 4 مدعوم مثل ما تشوفون. هذه الالعاب كاملة تقدرون تشوفون وتتصفحون عنها، في العاب اشكال وانواع، انت تختار النوع اللي تبغي وتدور الشي اللي تبغي. وللعلم يا شباب ترى دي الالعاب كلها مجانية، ما في ولا لعبة لو بدولار واحد، الألعاب هذه كلها مجانية مثل ما تشوفون. اتحمل اللي تبيه وتلعب اللي تبيه، بس إذا خلص الاشتراك راح أتوقع اللعبة تنحذف من عندك. فحاليا اللعبة نزلت، خلنا نفتح اللعبة ونشوف أبل أركيد مثل ما تشوفون. فروست بوب، ما تشوفون يا شباب اغلب الالعاب تكون باللغه العربيه، دام وكلها تكون باللغه العربيه. طبعا هذا شيء بسيط صراحه تافه، خلنا نقول تافه بمعنى الكلمه. فلو انلغى او الاشتراك انطفى، ايش راح يصير؟ خلنا نشوف اللعبه تشتغل. يعني اي لعبة؟ لا والله ما تشتغل شباب، مثل ما تشوفون
يتطلب الاشتراك، فلو نسوي بدء اللعب راح يخصم من عندي شهريا. طبعا اشتراك مجاني لمدة شهر واحد فقط، والشهر القادم راح يخصم عليك مبلغ. فيا شباب مثل ما تشوفون اللعبة بعد ما خلص الشهر ما راح تشتغل عندك. فعلى العموم وصلنا للختام، لا تنسوا لايك وسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا على تفاعلكم المستمر في القناة ودعمكم الرائع والمتقدم. فيا شباب ما باقي شي لنا ونوصل 1000 مشترك. يا شباب دعمونا 1000 شنو 3000 مشترك. يا شباب دعمونا الدعم اللي دائما تدعمونا اياه، وبشروا من الجيفاويهات من عيوني اللي تبون اسوي لكم. وان شاء الله بداية السيزون راح اسحب على فائز رويال باس سيزون 10. فبس يا شباب مع السلامة.